اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروه غنيم. اليوم هقدم لكم دكتور صفاء ربيع، اخصائي جلديه وتجميل، خبره 25 عام في مجال الطب التجميلي، دبلومه امريكيه للطب التجميلي ومدربه معتمده في استخدام الخيوط العلاجيه، حاصله على دبلومه جلديه وتناسليه في دوره علاج امراض الشعر ودوره علاج امراض الجلد لحديث الولاده ودوره احدث الطرق في تجميل المراه. شاركت في العديد من المؤتمرات الطبية المتعلقة بقسم التجميل والجلدية بالشرق الأوسط، ومؤخرا تم اختيارها من أفضل 3 أطباء في مجال استخدام الخيوط العلاجية التجميلية في المملكة العربية السعودية، وتم اعتمادها كمدرب محترف في استخدام الخيوط التجميلية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، نورتينا. أهلا بك، نورك يا مروة. كنت بقى عايزك تكلمينا أول سؤال عن التجميل، الطب التجميلي تحديدا. نعم، هو الطب التجميلي هو نفسه زي الطب، ولكن هو يختلف عن الطب العادي ان احنا في الاساس احنا اطباء جلد. فاطباء الجلد بنهتم بصحه الجلد ومن شعر الراس الى الاظافر القدمين. ففي الحاله دي طوعنا الطب ووسائله الى ان هو يخدم الصحه والجمال، التجميل يعني بسرعه. فاستخدمنا فيها حاجات لم تكن تستخدم من قبل في علاج بعض الأمراض الجلدية. فمثلا خدت الخيوط العلاجية اللي بتستخدم للجراحات داخل الجسم، حاليا بنستخدمها لتجميل الوجه وتجميل الجسم بصورة كبيرة جدا وموسعة. فاستخدام الطب التجميلي أو مفهوم الطب التجميلي هو تطويع للطب وأدواته إن هو يحقق حياة أفضل ويحقق نتائج كويسة جدا في علاج كثير من الأمراض اللي كنا بنعاني من في علاجها في السابق بالأدوية وبالكريمات وبحاجات كتير قوي، خاصة عندهم يعني كان مشهور قوي عن الأمراض الجلدية إنها مزمنة، يعني ما بتتعالجش إنها ما بتتعالجش. حاليا إن شاء الله في حاجات متقدمة كتيرة بتعالج كثير من الأمراض، خصوصا اللي كنا بنعاني منها زمان إن إحنا نعالجها بالوسائل التقليدية. يعني المشاكل الأزلية للشعر زي القشرة، التساقط، ثعلب فروة الرأس، هل الطب التجميلي بيدخل في حل المشكله دي بطريقه جذريه؟ فعلا جميله كلمه الازليه اول. هي فعلا المشاكل دي اغلب النساء بيعاني من تساقط الشعر، حتى اللي شعره جميل يعني يقول لي في تساقط. فهو في نسبه، بعيدا عن نسبه التساقط الطبيعيه اللي لازم تحصل لان عادي شعرنا بيتجدد فبينزل شعر ويطلع شعر مكانه، في مشاكل في الشعر بالفعل، لان الشعر بيعكس حاله الجسم، حاله جسمنا، الجلد بصورة عامة بيعكس حالة جسمنا. فلو في أي خلل في أي حاجة من الفيتامينات، من التغذية، من الأمراض كلها بتنعكس على الشعر، سواء تساقط أو لمعة أو شكل الشعر نفسه. بالفعل الطب التجميلي قدر يحللنا كتير جدا مشاكل اللي كنا يعني بنعاني منها وبنجد حرج شديد مع مرضانا، لان فعلا المريض لما بيجي مره واثنين وثلاثه وبيأس يروح لدكتور تاني نفس القصه تتكرر. حاليا احنا بنستخدم حاجات معينه بعد ما احدد المشكله، ده اساسي ان كطبيبه يعني احدد ايه المشكله، ايه السبب في التساقط دوت، ايه السبب في الثعلبه، ايه السبب في الحاجات دي، فبقدر احدد ان انا اعمل له حاجات جديدة. ايه الجديد بقى في الطب التجميلي؟ عندنا البلازما، عندنا الخلايا الجذعية، عندنا استخدام وسائل زي الدرمابين، زي استخدام اللي هي الميزوثيرابي، كل دي حاجات مع علاج السبب الاساسي للتساقط انا بقدر بيها اعالج المشكلة الموجودة واتغلب بيها على كتير من المشاكل دي، وبعدين بوفر كتير من الوقت اللي كنا بنقضي ومصاريف كمان وتكلفة على فكرة. اكيد. طب هل حل المشكلة دي للثعلبة زي مشكلة التساقط، ولا الثعلبة بتاخد فترة أطول؟ لا، الثعلبة طبعا، الثعلبة هي وأسباب الثعلبة. أيوة. حاضر يا مروة. عايزة أأكد على نقطة خاصة في الثعلبة، يعني كويس إن أنت سألتيني السؤال دوت، لأن الثعلبة من الحاجات اللي هي عارفة زي إيه، يعني هي زي الألم، لما يجي ألم في الإنسان ما ينتبهش للنعم اللي عنده، لما يحصل فيها ألم مثلا يعرف إن عنده دروس، مش كده؟ فهو كده، انت لما يحصل في مشكله في جسمك
واحنا قلنا ان الشعر او الجلد مرآة الجسم، فاول ما يحصل فيه مشكلة داخل جسمي بيجي لنا انذار كده ان في تساقط. انا ما بنتبهش للمشاكل دي، لكن بنتبه للثعلبة او الفراغ اللي حصل وبنزعج منه جدا وببدأ ادور. فاحنا بنقول بقى ندور على السبب ده ايه. فممكن يبقى عندي سيبتك فوكس في جزء من جسمي انا مش عارفاها، مش حاسة بيها، يعني درس مسوس وانا ناسياه. عندي خلل في الرؤية، يعني شوفي بقى شوفي قد ايه يعني عندي النظارة بتاعتي مش مظبوطة وانا مطنشه. النظر ممكن يكون سبب للثعلبه؟ ممكن جدا جدا. اول حاجه ممكن تسبب الثعلبه اي مشكله في منطقه الوجه، يعني عيون، جيوب انفيه، اسنان، اذن تعبانه، ده ممكن يعمل لي ده على كده لازم نحل المشكله من جوه ومن بره. تمام صحيح مظبوط. لازم في الاول بنعمل بنتاكد بالكشف العام او بالتحاليل. يعني انا لما يجي لي مريض الثعلبه اقول له روح عياده انف واذن، روح عياده عيون، روح عياده عشان تتاكدي المشكله أسنان. فين ايوه. فدي ليه؟ لان ليها علاقه وطيده بان ظهور الثعلبه. واحيانا الحاله النفسيه نفسها يعني لو قلق وتوتر او كده بتسبب ظهور الثعلبه، سواء الثعلبه اللي هي المحدده دي او الثعلبه اللي هي منتشره في كل ايه في كل الشعر. فانا ببدا بقى لو حددت السبب اعالج السبب، وفي نفس الوقت استخدم بقى الطب التجميلي في بوسائله الحديثه لعلاج المشكله اللي ظهرت. طيب والقشره يا دكتور؟ كمان القشره لازم نحدد السبب اللي بسبب القشره. يعني لو سبب القشره فطريات انا بديها علاج للفطريات، واحيانا تبقى القشره سببها جفاف فروه الراس بسبب انها استخدام شامبوهات غير مناسبه او كده، والاثنين ممكن اعالجهم بالطب التجميلي. يعني انا بدي العلاج بتاع الفطريات وفي نفس الوقت بعمل لها ريفريشمنت او تنظيف للشعر زي ما انت قلتي كده بواسطه استخدام اجهزه معينه بتنظف لي فروه الراس، وببدا احقن لها بلازمه او حاجه ترطب لها فروه، يعني بحدد المشكله اقدر اعالجها. والطب التجميلي في الحاله دي بيفيد جدا جدا جدا. طب انا كنت عايز اسالك سؤال مهم يا دكتور، شفته في بعض الحالات يعني بيبقى عندها مشكله في القشره، مشكله القشره ومشكله التساقط، فبتروح عند الدكتور فبتعمل لها عمليه تنظيف فروه. بعد عمليه تنظيف فروه في نفس اليوم بتبدا تعالجها وبتدخل حاجات تانية في فروه الراس كعلاج لوقف التساقط. هل كتر العلاجات في وقت واحد او في يوم واحد ده غلط ولا صح؟ ما هي على حسب هي حاطه لها ايه او حسب المشكله الموجوده. يعني لو نظفت لها فروه الراس كويس يبقى هي فروه الراس في الحاله دي مستعده لاستقبال العلاج كويس في نفس اليوم عادي. يعني زي ما بنعمل في البشره، يعني نظف بعمل تنظيف بشره، يبقى انا لو عملت بلازما استمسيل ميزوسيرابي يعني اي علاج بعد كده بتبقى على جلد سليم او فروه سليمه، فبتتقبل العلاج بصوره ممتازه جدا وبتحسن وبيبقى نتائج مضاعفة وبنتائج بتبقى إيه أسرع من اللي موجودة. طيب سؤالي لك يا دكتور عن بلازما الشعر بعد عملية زرع الشعر. كتير بيروحوا يزرعوا شعرهم. تمام. وبعد الزرع لازم يكون في حقن. لازم. ده ايه سبب ان لازم يكون في حقن بعد زرع الشعر؟ طيب مش انت لما بتزرعي حاجه بتسقيها وبتعملها؟ ايوه صح. هي نفس الحكايه نفس القصه، بتديها بروتين وتغذيه عشان تكبر. فده لا حتى احيانا بيجوا لنا بالكت بتاع البلازما. أيوة. اولا قبل زراعه الشعر انا لازم ياخد بلازما عشان يقوي البصيلات اللي موجوده، فبالتالي لما بياخد النطفات بتاعه الزراعه او البصيلات اللي هتتزرع بتبقى قويه، فبيعمل جلسات جلستين او ثلاثة قبل ما يذهب لزراعة الشعر، وبعد ما بيجي من زراعة الشعر بياخد من ثلاثة الى او من خمسة الى ثمان جلسات. ده ضروري واساسي. ضروري اساسي جدا اساسي. واحيانا بعض الناس اللي لا يصلح لهم الزراعة تصلح لهم البلازما، يعني نصلح لهم الدم اذا كان في الدم مشكله، مثلا بتاع فقر دم، فيتامين د ناقص، كالسيوم، حديد، زنك. انا بشوف العناصر الاساسيه اللي هي داخله في نمو الشعره وابدا انا اظبطها الاول بحيث ان البلازما تكون مفيده، لان عوامل نجاح البلازما بيعتمد على ان الدم يكون كويس، ان طريقه الفصل تكون مناسبه وممتازه، وان فتفصل لي عدد صفائح دمويه، عدد البليتلت يعني صفائح دمويه غنيه بالبروتين كتيره جدا. وتالت حاجه بقى تعتمد في على نجاح البلازما ان انا طريقه الحقن، ان انا احقنها في المكان المظبوط بتاعها، مش عميقه قوي ومش سطحيه قوي، بحيث انها فتحقق لي نتائج ممتازه. تمام.
دلوقتي للدكتور عن فيتامين الشعر. فيتامين الشعر في بعض الفيتامين لوقف تساقط الشعر، مش فيتامين عام. لا، هو وظيفته هو وقف تساقط الشعر وبيشتغل على الشعرية لوحدها. تمام. انا كنت اسمع وكان عقدتي لغاية الان ان ده غلط، وان لازم اخد فيتامين عام، ما ينفعش اخد برشام او اي وسيلة حبوب عشان اوقف تساقط شعري. هل ده صح؟ تمام يا مروه، ارد عليكي. حاضر. هو اولا هنتفق على حاجه، ان تغذيه الشعره من داخل الجسم، يعني انا عشان شعري يبقى سليم لازم جسمي يبقى سليم. احيانا الناس، بعض الناس تصاب بحمى، شوفي يعني حراره شديده جدا، بعدها باسبوع شعرها كله يقع. يبقى معنى كده ايه؟ ان شعري بيتاثر بحاله جسمي. لو واحد بياكل بيتغذى تغذيه كويسه هتلاقي شعره سليم. لا، فيه عناصر اساسيه لابد من توفرها داخل جسمي عشان تحسن لي الشعر، او الشعر بتاعي يبقى قوي وسليم، ومش ان انا امسكه كده يطلع في ايديا، يبقى ثابت وقوي. اول الحاجات دي بنقول عليها كده محفوظين، يعني المخزون الحديد في الدم، فيتامين د، الكالسيوم، اللي هو الزنك، يعني لازم نتاكد ان هو برده مظبوط. وغير كده بقى بنشوف الغده والحاجات دي، بس الاساسيات دي الفيتامين د والكالسيوم والحديد. طب انا اديتهم يعني وفرتهم داخل جسمي ومفيش فيهم نقص، اللي انت عايزه اعمليه من بره بقى، يعني عايزه اخد البيوتين اللي هو نوع من البروتين كحق ممتاز جدا بطريقه الميزوثيرابي. لو انا اخذت فيتامينز هي وهو ده الميزوثيرابي. يعني لما بنقول ميزو، انا بقول فيه ايه اللي بيتحقن داخل الشعر، ايه اللي بيتحقن لفروه الراس. بيتحقن البلازما، دي اساسي، وبيتحقن الخلايا الجذعيه، ده بند لوحده، وبيتحقن ميزوثيرابي. الميزوثيرابي بقى بيشمل بروتين وفيتامين ومينوكسيديل، حاجات كتيره قوي اللي هي خاصه انها تنشط الدوره الدمويه في فروه الراس، توسع الشعيرات الدمويه اللي واصله للبصيله، وفي نفس الوقت بتدي تغذية مباشرة عن طريق الحقن. فبالفعل ان انا اخد الحبوب دي، اخدها امتى؟ لو انا عندي نقص. لو ما عنديش نقص يبقى اخد فيتامينات، اعمل بقى ايه؟ يعني عندي نقص فيتامين د، اخد فيتامين د، عندي نقص حديد اخد حديد، عندي نقص في حاجه معينه في كالسيوم اخد الكالسيوم. اظبط الجسم من الداخل والدوره الدمويه بتاعتي تبقى سليمه، يبقى باقي بقى الحقن ده ان حاجات توسع لي الدوره، الشعيرات الدمويه اللي واصله للبصيله، او تنشط لي الدوره الدمويه اللي موجوده في فروه الراس، مع بقى الخلايا الجذعيه اللي احنا قلنا ان الخلايا الجذعيه دي عباره عن يعني كانها منشا الخليه. يعني ازاي؟ يعني لو انا حطيتها داخل اي مكان، حقنتها في اي مكان، بتتشكل بنفس شكل الخليه اللي موجوده. لعلي افدتك يا مرة. لا، جدا جدا، تبارك الله. في سؤال جالي اكتر من مره عن طول الشعر، هل في علاجات بتخلي الشعر يطول بشكل سريع؟ وهل ايه سبب ان الشعر بيقف عند حته معينه وبيقف؟ في حالات كتير قوي بيقف عند حته معينه مش عايز يطول. مظبوط. وحله. طيب، يبقى احنا عايزين نتفق على حاجه، ايه يعني طول الشعر ده يرتبط بايه او يعتمد على ايه؟ طول الشعر بيعتمد على الجينات. يعني ايه على الجينات؟ يعني في عيله كل شعرهم طويل، خلاص هيبقى كل شعرهم طويل. في اجناس كل شعرهم طويل، وفي اجناس شعرهم قصير زي ممكن المصريين. فخلاص هي دي جينات. لكن الفكره ان انا اشوف صحه الشعر، يعني ممكن فعلا لو واحده شعرها قصير بيتقصف، فبالتالي قصر بقى قصير لانه بيتقصف اطرافه وكده، ده لا، دي علاج، دي مرض. لكن هو شعرها سليم وقوي وما فيهوش تساقط، ولكن طوله ما بيطولش عن كده، ما بيطولش عن كده، دي وراثه، دي جينات. يبقى انا مهما عملت هيديهني شعر قوي، هيكثف الشعر، هيغزره، لكن ويديله طول اللي هو اللي المفروض يبقى صح فيه. لكن مش عمره ما هيوصل لرجليها ولا ركبتها لو عملت ايه، يعني لو حتى لو قصته بانتظام كل 45 يوم مثلا. لو قصته بانتظام، وبعدين على فكره حكايه القص بانتظام، أيوة. هي بتنشط فعلا ان الشعر يبقى سليم، لانها بتشيل، لان حكايه التقصف الشعر او ان الشعره تتقسم نصين من الطرف، ده بيبقى نقص بروتين على فكره. سواء تغذيه، سواء سوء تغذيه بنقص بروتين، او نقص بروتين هي بتستعمل حاجات شامبوهات او حاجات زي كده بتنشف في الشعره بتاعتها، فبالتالي بتتكسر.
بتتكسر منها، واخده بالك؟ فلو هي اخذت تغذيه كويسه قصت شعرها حاجات بسيطه قوي لو هي عايزه شعرها يطول يعني. ايوه فلو بانتظام بانتظام عمره ما هيطول، وكل ما الانسان اتقدم في العمر هيبقى يعني نسبه الطول دي هتقل معاه. فالطفلة الصغيرة لو أنا قصت لها خلال شهرين ثلاثة أو ست شهور حتى هتعوض يعني حوالي سنتي أو حاجة في الشهر بيتعوض. لكن الكبيرة بقى اللي عدت الثلاثين أو عدت خلاص يعني لو قصت نص سنتي بيبقى سرعة تجدد الشعر أقل من نص سنتي، واخدة بالك؟ تمام. فبالتالي لما أنت تكبري عايزة شعرك طويل ما تقصقصيش فيه كتير، يعني أقصقص كمية قليلة وبانتظام. لو أنا عايزة فبالتالي لو أنا المهم ان يبقى في الشعر ان هو سليم قوي بيلمع مفيش ما بيقعش ما فيهوش فراغات، هو ده اهم. لكن الطول ده حاجه وراثيه يعني. طب هل حل المشكله بينطبق على الكبار والصغار الاطفال؟ القشره إيه؟ التساقط الثعلبه؟ لا لا طبعا بيبقى في اختلاف. هو في الاطفال بيبقى لو يعني سبحان الله الاطفال بيبقى شعرهم غالبا سليم الا اذا كان في امراض داخلية يعني أمراض خطيرة داخلية كمان، فيبقى في الحالة دي هيبقى الشعر حاجة يا سنوية لأن ده الطبيعي. لكن لو بنت وراثي كده شعرهم خفيف ممكن ندي لها زيوت أو حاجات خفيفة يعني ما عمري ما هبدأ لها علاج ولا ميزو سيرابي ولا حاجات دي. أنا يعني ما فيش حقن للأطفال؟ لا بعد 18 سنة. أيوة. ممكن حقن للأطفال في حالات المرض يعني في ثعلبة وفي مثلا ممكن أحقن لطفل، وده حصلت معايا يعني جات لي حاله زي كده طفل صغير وجاله ثعلبه فانا حقنته. لكن حقن عشان شعرها يكسف يتكسف وكده لا 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 بقول لها لا لسه بيبي هتكبر كل ما تكبر شعرها يكبر. لكن ممكن ندهن لها زيوت ننصحها بزيوت مناسبه لنوعيه شعرها ونوعيه المسميه بتاعته، ننصحها بحمامات معينه حاجات تغذي الشعر، ننصحها بتغذيه معينه للطفله اذا كان يعني غالبا الاطفال اللي هيبقى عندهم نقص مرضي او تساقط ما بيبقاش عندهم تساقط، لو عندها تساقط يبقى اكيد عندها انيميا عندها امراض ثانيه نلتفت اليها. زي ما قلت لك ان الشعر مرآة للجسم مرآة لصحتنا، فاذا حصل اي مشكله في الشعر هي بتنبهني انت عندك مشكله دوري عليها. لكن جسمنا بيتعامل مع شعرنا على فكره يعني على انه حاجه سنويه مش مهم. يعني هقول لك مثال لايه، انا حصل عندي نقص مثلا في الكالسيوم كويس ما باخدش كالسيوم كفايه عندي نقص في الكالسيوم، فاول ما جسمي يبدا يسحب يسحب منين؟ يسحب من شعري، يسحب الكالسيوم من شعري من شعر. وبعدين بعد كده انا برضو فضلت نقص كالسيوم وما عوضتوش هيبدا يسحب من الضوافر هيبدا يسحب من الاسنان بعد كده هيبدا يسحب من العظام وادخل في هشاشه. فيبقى انا الشعر ده بينبهني انت عندك مشكله خطيره الحاله الصحيه بتكمن اولا في الشعر. نعم بيعكس زي مرايه لحاله الشعر لحاله جسم الانسان. تمام. طيب هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. كلامي مع الدكتور وسؤالي ليها النهارده عن الخيوط التجميليه. زي ما احنا عارفين الخيوط التجميليه بتخش في شد ونضاره البشره، والان بديله للبوتوكس في عمليات الشد، بديله للفيلر في عمليات التعبئه، بديله للعمليات الجراحيه في شد الذراعين. فكنت عايزك يا دكتور تكلمينا عن الخيوط التجميليه بشكل اوسع شويه. طيب تمام. هي الخيوط التجميليه دي من احدث الصيحات في العلاج. كانت الاول الخيوط اللي هي بتستخدم للشد ما بتدوبش في الجلد يعني ما يعني بتتحط واذا اتضايقنا منها نفتح عليها ونشدها كانت زي البلاستيك كده. بعد كده حصلت ثوره في عالم الخيوط فاصبح اسمها البي دي او اللي هي خيوط بتذوب في الجلد بعد 3 شهور، وهي نفسها الخيوط المستخدمه داخل الجسم في العمليات الجراحيه. الخيوط دي لقينا ان احنا لما بنحطها بطريقه معينه في مثلا في اي مكان بيبدا جسمنا يتعامل معها على انها جسم غريب، بيكون حواليها الاستن فايبر، بيكون حواليها كولاجين، فبالتالي عمليه البروسيس اللي بتحصل دي اللي هي الهيلينج دوت بيعمل لي بيترك لي نضاره ممتازه جدا، بيترك لي تجديد للخلايا، بيعمل لي شد للجلد.
فاول اول نوع من الخيوط استعمل يعني كان هو خيوط شد الجلد، فكنا بنحط مثلا المنطقه اللي فيها الخطوط الفم دي، خطوط الابتسامه، الخطوط احيانا الدقن المزدوج، الحاجبين عشان ارفعهم. فبحط انا الخيط بدخل بيه بطريقه معينه وبحطه في الجلد وبشد بيه جامد جدا واقص الزياده منه، فبالتالي بيديني الشد المطلوب. بعد كده اتطورت بقى عمليات شد الجلد ديت، فاصبح ان الخيط نفسه بيدي نضاره، فانا ممكن اعالج بيه الهالات السوداء، اعالج بيه الهلاء من فوق ومن تحت كده كمان، اعالج بيه حتى المسام. لو انا عملت شبكه من الخيوط اللي هي الصغيره دي بتبدا تديني نضاره وتحسين للمسام الموجوده. شد الذراعين بالنسبه لان استخدام الخيوط كبديل للجراحه دي بقى فيها ثوره يعني، والجراحين التجميل هيزعلوا مننا لان زمان كان الناس اللي بتعمل عمليات تكميم للمعده او نزول مفاجئ في الوزن ما كانش ليهم حل الا يقصوا الجلد ويخيطوه خياطه، وبيترك اسكار او ندبه في كتير من الاحيان، مش عايزه اقول في كل الاحيان، لا في كتير من الاحيان الندبه دي كانت بتبقى ممكن تبقى 2 سنتي 3 سنتي يعني، بتبقى شكلها مشوه جدا للجلد. مع وحاجه ثانيه اللي هي عمليات تعديل الانف كان ايضا لا تتم خاصه الجراحيه، اذا حصلت باستخدام الجراحه برضو ممكن لو طلع الشكل مش مناسب او مش زي اللي هو عايزه بيبقى بيسبب مشاكل نفسيه كتيره. فبقى الخيوط دخلت كبديل للجراحه في حالات اللي هي شد الذراعين، خاصة زي ما قلت لك لما يبقى في ترهل كبير جدا وما عنديش الا اني اعمل قص. لا في الحالة دي انا بعمل خيوط العلاجية بعملها بطريقة معينة، فبيبدأ جسمنا فعلا يكون حوالين الخيوط دي زي ما قلنا الاستن فايبر، بيكون حواليها كولاجين، بيعمل لي عملية شد جميلة جدا وممتازة، وبيبقى اللي موجود عندي بس مكان دخول الإبرة يعني، لأن الخيوط عبارة عن إيه؟ إبرة فيها خيط، فبدخل بيها جوه الجسم وبخرج بالابره والخيط بيبقى جوه بيدوب بعد 3 شهور. فخلال ال3 شهور دي ممكن في الاسبوع الاولاني يبقى فيه شويه الم، شويه ان فيه تورم، لكن بعد كده تمام الخيط بيدوب وكانه ما فيش اي حاجه، اللي بيتكون مكانه اللي هو اللي جسمنا كونه الخيط. بالنسبه للخيوط اللي جوه بتتعمل في العمليات جراحة البطن، شد البطن وشفط الدهون وتقريب العضلات من بعضها، هل الخيوط دي من ضمن الخيوط التجميلية؟ لا لا لا، في فرق كبير بينها. الخيوط دي ممكن بعد كده تتفك كغرز يعني من خيوط الخارجية. لا احنا الخيوط بتاعتنا خيوط بتدوب داخل الجلد يعني، ما هي لوحدها زي الخيوط اللي كان بتستخدم لداخل العمليات الجراحية داخل الجلد، حتى احيانا لعمليات القلب نفسها يعني. فالخيوط دي خلال 3 شهور بتدوب، اللي بيتكون زي ما قلت لك احنا بنحطها في اماكن معينة اشد بيها، سواء الذراعين سواء البطن حتى نفسه ممكن اعمله بالخيوط دي بس خارجيا مش من الداخل، مش تماما ملهاش علاقة بالجراحة. هي دي اللي بنقفل بيها الجرح؟ لا 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 لا، ولا دي حاجة تانية. دي حاجة تانية تماما مختلفة، دي حاجة جديدة فعلا احدثت صيحة في عالم التجميل ونتائجها ممتازة جدا 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 وبسيطة واقل كلفة ومدتها يعني تعتبر، انا مش عايزة اقول دائمة لكن هي يعني هقول مثال بسيط، انا عملت خيط هنا، الخيط ده عمل لي زي شد كده، اتكون حواليه الياف وكولاجين وتكون حواليه حاجات من داخل جسمي، الخيط ده داب لكن الحاجات اللي اتكونت بتفضل في نفس المكان بتاع الخيط. طب امتى اثره يروح؟ يعني كتير ناس يسالوني طب مدته قد ايه؟ هي مدته مدة الكولاجين بتاعك والإلاستين فايبر اللي هي الألياف بتاعتك اللي اتكونت، لما تكبر بمرور الزمن يبقى هي مفروض الأثر بتاعها لسه موجود. يعني لو أنا حطيتها هنا أنت والله سرعة التكسير عندي والحرق عندي عالية، جسمي بيترهل بسرعة، هتلاقيها راحت خلال سنة سنتين، لكن لو انا سرعه يعني جسمي قوي وتغذيتي سليمه هتستمر معايا الى فتره اطول، الى فتره اطول، خاصه لو انا نشطتها كل سنه او كل سنتين بحاجه جديده يعني. تمام.
دكتور انت تم اختيارك واحده من افضل ثلاث دكاتره او ثلاث اطباء في مجال استخدام الخيوط العلاجيه التجميليه في المملكه العربيه السعوديه، وتم اعتمادك كمدرب محترف في استخدام الخيوط التجميليه. ممكن تكلمينا بقى على الشهاده؟ هي من افضل الشهادات اللي انا حصلت عليها، واللي فعلا شهاده اعتز بها جدا جدا، نعتز بها كلنا. شكرا لك يا مروه، جزاك الله خير. لان ليه بقى؟ لان السعوديه فعلا من اكبر البلدان في الشرق الاوسط، بل يكاد يكون في العالم، يعني ان اهلها بيهتموا بالتجميل سواء نساء او رجال، فكونهم بيهتموا بالتجميل وانا اختير ضمن افضل ثلاث اطباء للتجميل في المملكه، فده فعلا شرف ليا عظيم اعتز بيه، والحمد لله رب العالمين. ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وثم فضل لمراجعيني ومراجعاتي اللي كانوا بيمدوني بصورهم قبل وبعد الايه الجلسات اللي انا بعملها لهم. حاجه تانية، ان الشركه اللي عملت البحث دوت او الاختيار ده، التقارير اللي وصلت ليها، تعتبر من اكبر الشركات المصنعه للخيوط في العالم، اللي هي الشركات الكورية. هو أول ناس بدأوا استخدام الخيوط وبدأوا يستخدموها كمجال في مجال الطب العلاجي. وحضرتك بيتم تدريب أطباء على أي حضرتك؟ بفضل الله عز وجل أنا يعني اعتمدت كمدرب محترف لاستخدام الخيوط العلاجية وتدريب الأطباء. نعم، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي صيحة الخيوط حاجة كويسة أوي جدا جدا جدا، ومجال استخداماتها يعني أنت مش متخيلة، يعتبر شامل شامل جدا، وفتحت لنا مجالات احنا كنا فعلا بنحتار فيها في علاجها. يعني مثلا ابر ميزو سيرابي كان ممكن اديها 10 جلسات عشان تعملي شد للبشره، انا دلوقتي ممكن اعمل شد للبشره ونضاره وتفتيح كمان بجلسات بجلسه خيوط مثلا. أيوة. عمليات الليزر، الهالات السوداء، الهالات السوداء، الشفايف، تقضي عليها تماما تماما. طب عايزين اعمل تحت امرك يا ورد. وفي حاجه كمان، عارفه مجال الطب النسائي داخليا وخارجيا، يعني كان حتى زمان كانوا بيستخدموا الليزر فوجدوا انه بيعمل مشاكل داخل الجسم. فالخيوط حاليا، وفي بقى الصيحه الاحدث والاعلى يا مروه بقى، اللي هي ايه يعني تعتبر ثوره في عالم الخيوط، اللي هي خيوط الفيلر. الخيوط الفيلر حاليا هي عباره عن خيط واحد او ابره واحده فيها 14 خيط تقريبا، فبالتالي انا بدخل بيها في مكان اللي انا عايزه اعمل له تعبئه او امتلاء. فكنا زمان بستعمل الفيلر، حاليا ممكن انا ادخل بالابره دي واطلع بيها، فبالتالي بتديني امتلاء، ممكن املى بيها الخدود، املى بيها الشفايف، املى بيها التجويفه بتاعه العين، يعني بديل للفيلر. يعني الخيوط تعتبر بديل للفيلر، بديل للبوتوكس، بديل للعمليات الجراحيه بالنسبه للجسم في شد الذراعين او في شد البطن. فهي بالفعل صيحه في وثوره في عالم التجميل. مش عارفه اشكرك ازاي يا دكتور على معلوماتك اليوم، معلومات قويه جدا. احنا نورتيني، وان شاء الله مش اخر حلقه بينا، هنشوفك حلقات تانية كتير. نورتينا، اشكركم واشوفكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروه غنيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.